هنا صوت الجبهة القومية، هنا المكلا. كانت هذه أول كلمات أذاعتها إذاعة المكلا بصوت المذيع الراحل عبد الله باكرمان، لحظة تأسيسها في 28 من سبتمبر 67. واليوم وبعد 5 عقود من ذاك الزمان، كانت خلالها صوت حضرموت والوطن عبر الأثير. ها هي الإذاعة العريقة تطفي الشمعة 50 لانطلاقتها بالعديد من الفعاليات الرسمية والشعبية، حيث أقامت السلطات حفلا فنيا وتكريميا للكثير من رواد العمل الإذاعي بالمحافظة. ذكرى 50 اليوبيل الذهبي، أنا فخورة جدا بهذا التكريم وفخورة جدا بما وصلت إليه إذاعتنا الحبيبة إذاعة المكلا من خلال ما قدمت خلال 50 عاما من العطاء. ولإذاعة المكلا مسيرة حافلة بالتميز والإنجاز، سرد هذا المعرض التوثيقي للصور الكثير من تفاصيلها موثقا أبرز المحطات التي مرت بها الإذاعة العتيقة ومسلطا الضوء على كوادرها الأوائل إذاعيين ومهندسين ومعدي برامج. معرض نظمته مؤسسة حضرموت للتراث والتاريخ والثقافة بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس هذه الإذاعة. المعرض في الواقع يشكل تظاهرة ثقافية توثق وتسجل تاريخ هذه الإذاعة العريقة خلال 50 عاما، وهو يشكل تكريما ووفاء لهذه النخبة من الإعلاميين الكثر الذين عملوا في هذه الإذاعة خلال 50 عاما. العاشرة و30 دقيقة في المكلا، أحييكم مستمعينا الكرام، وهذه أبرز عناوين الأخبار. وعلى امتداد نصف قرن من الزمان، كانت إذاعة المكلا شاهدة على الكثير من الأحداث والمنعطفات التي مرت بها البلاد، فيما شكلت واقعة تعرضها للحرق والتدمير أبان سيطرة مسلحي تنظيم القاعدة على المدينة فادحة هي الأكبر، بعد أن تعرض إرشيفها الوطني وما يحتويه من توثيق تاريخي للأحداث والفنون في المحافظة للنهب والحرق والتدمير. أقف اليوم هنا أمام هذا المبنى القديم لإذاعة المكلا، حيث كان العشرات من الزملاء وعلى امتداد 5 عقود ناقلين الرسائل للجمهور المستمع ومعبرين عن حاله وأفكاره وقضاياه، فكانوا بحق صوت حضرموت عبر الأثير. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.